اليوم نقوم بافتتاح أول وحدة مختصة في التعهد بأولياء وأطفال اللي يعرفوا، اللي عندهم نوع من اضطرابات التعلم. هذه الوحدة رقم واحد، وهذه الوحدة هي تندرج ضمن مشروع سوف تعلن عن كافة التفاصيل والوزارة في قادم الأيام. 5 وحدات موجودة في أكثر من ولاية، طبعا في 5 ولايات. اليوم هو إعطاء إشارة انطلاق الوحدة الأولى. هذه الوحدة من المهام متاعها هو التعهد بأطفال ذوي اضطرابات التعلم. التعهد يكون من خلال تقديم خدمات على مستوى تقويم النطق، على مستوى المتابعة النفسية، على مستوى المتابعة أيضا البسيكولوجية، وأيضا التنشيط الحسي الحركي. إذن هو تعهد متعدد الأبعاد من أجل تمكين الطفل التلميذ أو الطفل ما قبل التمدرس من أن يعالج اضطرابات التعلم، وهو ما سيمكنه طبعا من الاندماج في المدرسة بشكل أفضل. نقطة أخرى أيضا، هذه الوحدة أو هذا المشروع ككل إنما يستهدف إلى جانب الأطفال أيضا الأولياء من خلال تمكينهم بأبجديات التعامل مع الطفل الذي يعرف اضطرابات التعلم، لأنه نريد أنه ما تبنيه هذه الوحدة والمختصين النفسانيين بشكل عام أن تعاضده مجهودات الأولياء، لأنه أي سلوك في غير محله يمكن أن يكون له انعكاس سلبي. الثلاثي الأول من خلاله سوف نقيم بداية التحسن وبداية هناك يعني مفعول إيجابي لعملية التعهد. طاقة الاستيعاب في الحقيقة يعني في السنة ممكن أن يتم التعهد بما يقارب 250 طفل. هذه الوحدة هي طبعا على ذمة كل أطفال القيروان، يعني بشكل ما وإن شاء الله نأمل نجاح هذه التجربة. وبعد التقييم إذا كان لابد من أن تكون هناك وحدة ثانية فسيكون ذلك. هذا المشروع أيضا هو بالشراكة مع الجمعيات المختصة هي التي تسير هذه الوحدات. بالنسبة إلى هذه الوحدة الأولى طبعا تسيرها جمعية أولادنا. بالنسبة إلى مشروع مركز المسنين، كما تعلمون نحن في متابعة مستمرة، قمنا بزيارة يوم 10 أوت، عينا هناك بطء فيما يخص القسط الأول، تم حث المعني بالأمر لكي يسرع في التهيئة وفي الأشغال. أيضا عجلنا نحن كولاية وأيضا كوزارة في الإجراءات فيما يخص انطلاق أشغال القسط الثاني. القسط الثاني هو شارف على الانتهاء من الأشغال. القسط الأول يعني هناك يعني ما يقارب ما بين 5 و10% إلى حد الآن لم يتم استكمال الأشغال. هذه سوف نقوم بجلسة عمل اليوم للإسراع أكثر ما يمكن، ولكي ينطلق المركز رعاية المسنين في استقبال المسنين انطلاقا من الثلاثي الأول إن شاء الله. نحن تعهدنا في شهر مارس، إن شاء الله سوف نقوم بكل ما في وسعنا على أن يكون ذلك خلال شهر مارس إن شاء الله. الحياة فام، الإذاعة الأولى للصحة في تونس. الحياة فام.